السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نشتغل برضو على الأنماط الرياضية، يعني ممكن أخذ مسألة أنماط بهذا الشكل. هكتب للطالب مثلا 5 بيساوي 1، طبعا مش ممكن 5 هيساوي 1، ده نمط. وبعد كده 25 بيساوي 2، وبعد كده 325 بتساوي 3، وبعد كده 4325 بتساوي 4، وبعد كده هروح كاتب للطالب على طول مجموعة نقط، يعني نقط إذا كده نقط 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 يساوي 5، واطلب منه ضع العدد مكان هذه النقط. طبعا هو هنا لازم يبتدي التفكير من الاول، يعني المسألة سياقها مش ازاي. فهنا لو لاحظت انه الاثنين دي تبقى 20، ونضيفها على 5 اللي فوق تدي 25، 3 هتبقى 300، ونضيفها على ايه؟ على 25 اللي فوق تبقى 325، 4 تبقى 4000، ونضيفها على 325 اللي فوق. يعني كل مادة بنزيد 0، يعني الأولانية 20، الثانية 300، الثالثة 4000، دي الخمسة هتبقى أقصد 50000. وبالتالي يستطيع الطالب ان يروح كاتب روتيني على طول 54325، وده هو سلوك الرياضيات في هذه الأيام، عبارة عن أنماط بدي صورة معينة، والطالب يستنبط كل خطوة من الخطوة اللي بعدها. ولا وجود طبعا لعمليات زمان اجمع اطرح وهكذا. يعني شفت مدرس مثلا بيقول لطالب ادي له مساله جمع، وقول له انا عايز بكره عايز اشوفك جمعها، الجمع ده نقله لي 50 مره، ولما عملته ليش ما تجيش الدرس بكره؟ ده كلام. دلوقتي الكمبيوتر والاله الحاسبه بتجيب عمليات الجمع والطرح وكل ذلك، إنما إزاي نستعيد عن ذلك وننمي تفكير الطالب في الرياضيات هي عن طريق الأنماط. وإن شاء الله ربنا يدينا ويديكم طول العمر دايما أشتغل في هذا الموضوع اللي هو الأنماط الرياضية. ناخد صورة معينة ونشوف التلميذ إزاي يستنبط صورة، ودي تبتدي تفكير من المرحلة الابتدائية ومعاك لتالتة ثانوي. وشكرا.